الرد الجميل بنقابل نجوم يا ما هزوا الشباك ويا ما خدوا بطولات وفرحوا الناس، لكن كمان ما بننساش مدربين عظام كانوا أصحاب اكتشافات هتفضل عايشة عبر الأجيال. في النادي الأهلي بالجزيرة وسط العراقة والتاريخ والأمجاد بنقابل رمز كبير في عالم التدريب، واحد من خبراء اللعبة اللي كان كل همه يكتشف نجوم يخدموا الأهلي ويفرحوا جمهور الأهلي. النهاردة بنقابل الكابتن فتحي نصير المدرب الكبير، ولما تقول اسم الكابتن فتحي نصير لازم تفتكر معاه حكايات وأسرار وأحداث مع الكابتن الكبير محمود الخطيب. النهاردة جايين نقول للكابتن فتحي نصير شكراً على المشوار المشرف، شكراً على خدمة الأهلي من القلب، ونرد له جزء من الجميل داخل الكيان اللي حبه وتعلق بيه، النادي الأهلي.